لا كل حق على السيرفر دي عشان هاي جو بويز اند جيرلز. يلا يلا بوب. وش ملكت صغير كنت بحالك يعني كنت حلو سؤال حلو البدايه هو لو انت صغير كنت نفس الشكل لا لا هو كان مشتحين كنت ضعيف بالذات لا وكاركتير كاركتير لا كنت مهايبر اكتر مهايبر اكتر عشان انك هاد دلوقتي ازاي هديت شوي ماما كانت مسكينه ببكيها ساعات من اللي يعني نسيم شبيكم زاد يلا قول اساله قولي قبل كده نفس السؤال برضو اتضربت من اهلك وانت صغير بسبب شقوتك هادي شو بقى من بنت هادي كانت ذكريات عظيمه البنت دي كانت بيجري ورا الخرطوط بتفرغ الضغوط كنت بتضرب من الخرطوط شوف اذا في حاله مثلك اكيد اكيد يا حاله وحيده اكيد 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 بس يجوا يشكوا الجيران والله يشكوا الجيران بتعمل ايه عندك يعني في انيس مثل جنينه صغيره جنينه صغيره تاع عم صدق انيس حدا يعني حدا انيس خفت انيس ذكر هو عنده اشجار وانا شديت عصا كده هي شجره خوخ بتطلع سطر خربت كل الفوخه بقى يا ريت يعني اما نسالك سؤال احكي لنا اقول لك قول لي قول لي قول لي يا نسيم قول لي اكتر ثلاث العاب حبيتهم في حياتك يعني جولك وفرحت بيهم لمده 5 لا حتى لو كسرتهم احكي لنا ايه هم بالترتيب على حاجه الاقل حاجه وكسرتهم ولا كسرتهمش قعدوا معاك قد ايه نص ساعه ساعه يومين شهر جاني اول احسن لعبه اول احسن لعبه ال عارف البندقيه بس فيها كل الوحدات الخرز كده كمنشن في الناس اللي بيجيب العين ده ولا واو كم واحد موتته بالبتاع دي البنات كم واحد اصيب من البتاع دي تقولي بليز لا بضرب عليك تقولي بليز لا بضرب مش عايز اموت وايه تاني واحده برضه بضربها في الوش عشان تبقى اكتر غبي كان بيجيله لعبه ليه لعبه بيلعب بيتلذذ ازاي ينزل في الظهر كمان بس جمال وجمال وتوكيو ويوم العيد كنت بحرق حتى بالناس بيبقى راجل كبير فاهم عايز اظن مثلا العيد لا بحرق عاتف الفوشيك احنا نسميه كنت بحرق بيتي يا بالناس مبسوط يعني وجهه هيك بسلام عم بيقول لك انا كنت بشتري لبسين بس ستوب يلا قول لسه انزل بها يوم العيد عشان لو اتحرقت معلش بس الثانيه حرفيتي بالنت كده ما شاء الله ثالث لعبه شو كنت عامل لا كمل خليه ثاني لعبه اجاني مره فار هذا بيلزق في الحيط طب ثواني جاي اول لعبه مين اللي جابها لك اول لعبه مين اللي جابها لك بابا وتاني لعبه عمي عمك اللي جاب لك الفار العيله دي جايه فاكر ازاي بس طب هي تاك بقى في الحيط ثالث لعبه بسكليت الله بسكليت حاجه طبيعيه الحمد لله بس كسرت حرام كنت بنزل فيها على الدرج كيف بدك بنستخدم العجله برضو عكس استخدامها في مثلا الشارع في مثلا هيك يعني طبقات شارع وانا بجري 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 وبنط هيك كله على البسكليت والله وحيات امي مره تذكر مره عرفت الجيدون والهيدا الشيء والعجله يعني لما نطيت انقسمت الجيدون وراحت العجله والله وضربت على ايدي واتصلوا باهلي وقالوا لهم لا حول ولا قوه يعني لحد دلوقتي ما سمعتش منك ذكرى حلوه قول معناها طفوله يعني سوري بابا وعملت ايدي بتوجعني رغم ايدي ما كانتش بتوجعني عشان ما يعني ما كلتش انت لسه بتعرف باباك دلوقتي وما كانش عارف القصه دي ما شاء الله عليك عملت ايدي بتوجعني هيك مشان ما اكل قتله حلو كتير يلا قول جو
كلوب. إيه؟ نسيم يتقبري قلبي. وما أنا كتبري قلبي. شو قلت؟ يا عزيزي يلا يا. شو كنت تعمل بالبسينات؟ انت وصغير. الماضي الاسود حساس وممكن في ناس كيفش بسينه كيفش بسينه تفرق مشى بتصير تكرهني. لا دي طفوله دي طفوله طفوله الناس مثل الوقت بيت اليف وكويس عمرك ما زيت حلا. اوكي الا هذا الموضوع يتفتح لاول مره في التي في على الهواء. الا دائما تقولي والله بتصل بالكنترول بقول له انه انت اوكي عشان هيك ما حطيت رقمه فجاه هلا بلاقي حالي فيك تعيد سؤال شيء ثاني هيك شو قد تعمل بالمشه انت وصغير احنا عندنا مشه هذيك اوكي هذا مش سوري بس انا عن جد بحب البسينات صرت بحب الحيوانات بس كنت بقتل الحيوانات قبل كنا صغير لا احكي لنا موقف حصل نو واي لا ليه اوكي واحنا بس ممكن ما يكونش بشع يعني مش حاجه بشع يعني حاجه حلوه طريفه يعني قتل رحيم فاهم يعني مش لازم تكون قتل جريت ورا واحده لقيتها بحاجه مسكت واحده ضربتها في الحيطه بتحصل ما امسكهمش ما احبش انا بشوف عيال رابطه مثلا كلب من دلو عاملين جارين مثلا عيال صغيره مش بنعوض مره خبرنا بالغلط يلا يلا اتفضل كنت عم باكل تفاح بالدار انا قاعد بالعتبه الباب هيك كنت عم باكل تفاح بالسكينه تبع التفاح هيك ومرقة هيك بتمرق هيك بهيك غلطانة غريبة ما عندي صدقني في الحي ما عندي شيء أبطأ عملها مثل البرايم عملت إيه اللي حصل؟ ها؟ دخلت فيه؟ لا لا أي لا كان عندك كم سنة ساعتها؟ سبعة ثمانية سبعة ثمانية وسطة برقبتها بالغلط بالغلط زيع زيع وتطلع نام خي عباس عشان كده ليه المخدات بتيجي كده بالظبط لا بس أي مخدة فينا بتصير أول مرة بتجي هيك طف هون ضلت تجي كل الحي وهي هيك راح تموت راح تموت في الآخر عم تجي كيف عم تجي صرت تجري وحي هيك يعني احنا حي مش كبير يعني انه شعبي يعني صغير هيك صرت تفوت على الحيط هذا وبعدين مبسوط بس كان صغير في واحدة رميتها في البير سبع سنين ما تحسبش عليه في واحدة كبة بالبير في واحدة كبة بالبير حلو بس كان صغير يا جماعة كان صغير سبع سنين ما تحسبش عليه وكنت سوس تعرف السوس؟ ايه السوس ده؟ فلوس الفلوس يعني في الناس سوس وعارفها فلوس؟ فلوس فكوس يعني ابن فرخة ابن فرخة صغير لا كتكوت 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 أقول لي كتكوت كتكوت كان عندنا يعني يعني مبلغ رخيص جدا رخيص جدا يعني المبلغ شيء موضوع يخصني كنت بشتري يعني كتكوت كنت بشتري واحد عايز ابلش انا وياك شو حبيبي كنت بشتري واحد وعازبه هيك خليك حبه بدنا نحبك بتفضل تقعد تعذبه حبه عشان بقبك ايه التعذيب التعذيب لا برضه صعب وبشع شفت الكردونه اه هيدي هو كردونه حطوا فيه انا كاين منين ولا ايه ستوب بدكم تسمعوا لا اه لا خلص ما بدناش عرفت الكردونه هذيك اللي تجيني فيها كادويات مثلا هيك صغيره هيك حطه بوسط الكردون وضل طف 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 وهلا فجاه انا عامل اكسيدون وبتنطفط ما مشيت على الحيط فت على الباب لقيه مسكين محطم يعني اول ما بتفتح الباب عاده بتلاقي هيدا الشيء بمكان ثاني لا بيزعل يا عيني عليك لا جد كنت ما بزعلش بس دلوقتي بزعل يعني لما فهمت الموضوع ما ينفع اه حرام الحمد لله ولا كنت بقتل بقتل الحيوانات مش لا الحيوانات الحيوانات الكبيره حيوانات كبيره بخاف منها بجد قد ايه يعني كبيره انت عندك بين فيل وطلوع بتخاف منه بين فيل وديناصور لا واسد واسد اسد رافائيل طب قول يلا مروان يلا يلا مروان انت اللي زيت من 20 يوم الثلاث ياسين شو هو الشيء اللي عملته من انت صغير يعني بتفوق عليه كثير كثير انبسطت بحالك لما عملته يعني كثير بذكرك انك عملت شيء
انت وصغير. انت وصغير يعني سالوك نسيم شو اهم شيء عملت بحياتك بتسمي هالشيء بحياتك؟ انت وصغير يعني انت وصغير مش هلا انه هلا 18 19 سقطت الباب يعني انت لو بدك وين حالك كنت صغير وعملت حاجه مهمه جدا يعني على طول في عندك لحظات مثلا او تعمل شيء انا نسيت افوت على نسيت على نسيت شو كنت اعمل قبل ما افوت على الاوتيل على هذا اتذكر اول مره عملت فيها من الجمهور ده كان عمرك كان حلوه سبع سنين بس بعرف زين سبع سنين تخبر شيء من قبل للنازل ست ونص كنت في المدرسه بس اول سنه في المدرسه ست ونص في اول سنه احنا بنفوت ست سنين على المدرسه شو هذا احلى شيء بحياتك؟ لا اكتشفت يعني كنت بغني في الصف دائما هيك شو المعلمه كلمه ام يعني قلت لها بدنا نفوت الكورال وهيك شيء ست سنين في الجوقات بنات العالم اي متى اول غير غنيه لك غن اول بيرفورمانس عملتها على مسرح ست سبع سنين ست سبع سنين قد الميكرو كان طولك يعني لا كنت الميكرو بمسكه في ايدي لانه هيدا ما بتطال هذيك ما بتطال هذيك يعني لو وصلت للاخر كنت قصير كثير كنت ضعيف؟ كنت ضعيف ضعيف وقصير ليه دايما قصير هالقد ببو هالقد ما او هيدا صغير هالقد يعني كنت كده مثلا؟ قد كده هون مش معقول وانت ست سنين؟ والله ده الطفل اللي عنده سنتين اللي امتى؟ شو كنت تاكل؟ ما كان ياكل كورن فليكس يلا حنان صليح يلا جوجو يلا كلام بكلمه الله ولا هو ما قلتش مع بدر هو كانت اول بيرفورمانس انه مش شباب شباب مش انه كاول بيرفورمانس بس انه كاول بيرفورمانس شو غنيت مع طبلو ولا يا سهران حلو الطفوله بس كيني مو داخلين حنان يلا نسيم شنو اكيد باقي كتفكر فاش كنتي صغير شكون صاحبك او صاحبتك اللي كانوا معك ديما عاقل مازال عاقل اكيد وهلا يعني ما عندنا كثير اصحاب بس يعني لساتنا يعني بنضحك مع بعض هي بنت كانت اوكي اسمها ياسمين تحيه لياسمين باي من اول اشخاص تحيه لياسمين صديقه هذيك اول بس يعني الان صار عندي كثير صار عندي الاء نور وسيم ابراهيم ولد عمي برشا 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 يا مرة شو السؤال مثلا خطاب جمهوري الزلمة خطاب خطاب مش خطاب اوكي يلا يلا نيس كنت جيب 20 على 20 باللغة العربية اوكي يلا نيس كنت شاطر بستاف اوكي يلا نيس هذا غلطنا وعدناه على كرسي صار يجاوب اسئله بليز فيكم ترجع تعيدوا نفس السؤال تعيدوا السؤال الثاني بحيث حلو يلا حلو الاعتراف حلو السوشيال ميديا مرة حلو الاعتراف شو القصة اللي صارت معك لا ما في طفولتك ما تنساش بس هيك أثرت فيك غير انك تدبح فصام كنت مسرح مين معش طفوله مثلكم انا يعني وانا بدي اقعد طفولتي كلها كانت ضحك ولعب وما في يعني شيء هيك يعني انا هي الطفوله شو بغيها بتزوج ندقق ما كانتش يعني في اشياء يعني شيء حاجه قصه صارت لك ما بتذكر اشياء يعني كثير هيك اثرت فيي وغيرت حياتي في طفولتي مش غير اوكي دينا ان خلاص عايز افكر بسؤال يلا اسال ايه ارجع اخر مره اخر مره حلوين سؤالات حلوين ممكن حد يساله لا لا ارجعوا عيدوا ارجعوا عيدوا عيدوا ما فينا على انت يعني انت ورا الزمن ورا الزمن بدالك شو ما اقول تعمل شيء تغير مثلا بيكون هلا بحياتك تغير يعني مش معقول تغير شيء قبل هلا يمكن تصور انه حياتك تغيرت من ورا يا شباب انا اليوم بدي اقول لكم انه السلام هو اذا في شيء بعمله وانا صغير لا هلا يعني من شي 3 4 سنين تعمله يمكن بغير حياتك هلا انا صارت فتره يعني كما حكيت لك كان فديت انه بتعرف شنو فديت يعني لا بورد يعني صارت بورد الحكي انه كنت دائما القويين في الدراسه يعني عرفت لما فديت من الدراسة صرت من الأواخر تبع الصف
خليك حبوبه. سو اذا كان في يعني يرجع بالزمن شوي بس من 3 سنين يعني بكفي يعني مثل ما كنت قبل دراسه. برافو. انه لانه لازم تاخذ التمام من حالك. دراسه شيء مهم والله اكيد. ومشان هيك يعني بس برجع بدي ارجع على تونس اكمل دراستي لانه الفن وحده الفن وحده ما تنجمش يعني تعامل عليه. يلا حبيبي صغرين برنامج.